ومن الطرق والنقل إلى الري التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الدكتور عبد الحكيم رجب المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. أكد الوزير خلال اللقاء على الترابط الهام بين المياه والغذاء، لما تمثله المياه عنصر رئيسي في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات اللي بتستهدف تطوير منظومة المياه في مصر. أشاد ممثل منظمة الفاو بالمشاريع المصرية في مجال الري، خصوصا جهاز قياس درجة رطوبة التربة اللي تم تصنيعه بمعرفة مهندسي وزارة الموارد المائية والري، والذي يقوم بتحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للري من عدمه. ويساهم هذا الجهاز في تنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها. على العموم خلونا نستقبل عبر الهاتف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. باشمهندس اهلا بيك يا فندم.